ما من شيء بلا ثمن. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. أنت حينما تصلي الصلاة التي أرادها الله كأنك تدفع ثمن معية الله، دفعت بند من هذا الثمن. إن صليت صلاة خاشعة، إن سبقت الصلاة استقامة على أمر الله، إن صليت وأقبلت، إن صليت وخشعت، إن صليت واتصلت، لئن أقمتم الصلاة. لذلك الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. بين المسلم والكافر ترك الصلاة. الصلاة هي الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال، يسقط الصيام عن المريض والمسافر، ويسقط الحج عن الفقير والمريض، وتسقط الزكاة عن الفقير، والنطق بالشهادة مرة في العمر. الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال هو الصلاة. ذلك لأن الصلاة فيها معنى الصيام، فإذا كان الصائم يدع الطعام والشراب فالمصلي يدع الطعام والشراب والكلام والحركة، ففيها من الصيام معنى الترك، وفيها من الحج معنى التوجه إلى القبلة. أنت في الصلاة تتوجه إلى القبلة، إلى بيت الله الحرام. وفيها من معنى الزكاة أن الوقت أصل في كسب المال، يعني كسب المال يحتاج إلى أربعة عناصر، هي حقائق تدرس في الجامعات، يحتاج إلى مواد، ويحتاج إلى معلومات، ويحتاج إلى أشخاص، ويحتاج إلى وقت. ما من إنجاز على وجه الأرض إلا وفيه مواد، معلومات، أشخاص، وقت. فالوقت، بل إن الوقت أخطر هذه العناصر كلها، فمن دون وقت لا تجد أشخاصاً، ولا تجد أموالاً، ولا مواد، ولا خبرات. الوقت وعاء كل ذلك. فإذا كان الوقت أصلاً في كسب المال، فمن اقتطع من وقته وقتاً ليصلي فكأنه أدى مقابل هذا الوقت مال. إذاً في من معنى الزكاة الوقت، أن الوقت أصل في كسب المال، من معنى الحج التوجه إلى بيت الله الحرام، من معنى الصيام ترك الطعام والشراب والحركة والكلام، من معنى الشهادتين في الصلاة نطق بالشهادتين. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. لذلك لا يمكن أن نتساهل بالصلاة. فإذا جاءك خاطب لابنتك ولا يصلي ليس لك معه مصلحة إطلاقا، لأنه أول عبادة، عماد الدين، عصام اليقين، سيدة العبادات، غرة الطاعات، معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات هي الصلاة. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، يعني بالمفهوم الضيق أديت زكاة مالك، لكن بالمفهوم الواسع الزكاة عطاء بذل. فلعل المعنى هنا العمومي الشمولي أنك تتصل بالله وتبذل للخلق، أي كما قال سيدنا عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كأن الدين كله حركة نحو الله، اتصالاً واستغفاراً وتوبةً ومناجاةً وإقبالاً، وحركة نحو الخلق إحساناً. ما من مسلم إلا وله صلة بالله وإحسان إلى الخلق أبداً. ما من إنسان شارد ضائع إلا وله قطيعة مع الله وإساءة إلى الخلق. إن أردت فرقاً واضحاً صارخاً هو
أن المؤمن متصل ومحسن وغير المؤمن منقطع ومسيء. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، لذلك أرحنا بها يا بلال. الصلاة نور، قلما يرى المصلي رؤية مشوهة. ما من عمل سيء إلا وراءه رؤية غير صحيحة. أما أوضح شيء، ماذا يرى السارق قبل أن يسرق؟ يرى أنها كسب كبير بجهد قليل. ماذا يرى الزاني قبل أن يزني؟ فرصة لا تعوض. إذاً كل الأعمال الكبيرة الإجرامية وراءها رؤية خاطئة. إنك إن صليت اتصلت بالله، ألقى الله في قلبك النور، رأيت الحق حقاً والباطل باطلاً. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. فالصلاة نور والصلاة طهور. مع الصلاة ما في غل ولا في حقد، ما في أمراض نفسية مع الصلاة، طهور ونور وحبور في سعادة أرحنا بها. والصلاة عقل. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. معنى المصلي يعقل ما يقرأ، حتى تعلموا ما تقولون. فالذي لا يعلم ما يقول لم يعقل من الصلاة شيء، كأنه لم يصلي. فالصلاة عقل. الصلاة قرب، واسجد واقترب. الصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. الصلاة معراج. الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى.